فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم مرتفع بقوة أو منخفض بقوة أو أحجام التداولات عليه عالية. هذا ينطبق على سهم الأهلي السعودي، أنشط سهم بالسوق السعودية اليوم من حيث قيم التداولات. الملفتة هي تراجعات على السهم بالفترة الماضية، وصل اليوم بأدنى سعر إلى 34 ريال و10 هلالات. هذا كان أدنى سعر سجله اليوم، الآن منخفض فقط ب 0.15%. السهم تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى ما دون مستويات 34 ريال، وكان ذلك أدنى سعر منذ 30 من مايو الماضي، يعني من أكثر من شهرين ونصف. أما أداء سهم الأهلي السعودي خلال 5 جلسات فهو متراجع ب 2.7%. خلال شهر تراجعاته تصبح عند حوالي 1.7%، وخلال سنة تقريبا فلات بدون أي تغيير، ارتفاع فقط ب 0.6% مقارنة بمكاسب ب 6.5% لتاسي، يعني under performing the index، أقل من أداء السوق. هذا مؤشر تاسي على مدار سنة. ماذا عن أساسيات S&P؟ السعر إلى القيمة الدفترية price to book عند 1.2 مرة، مكرر الربحية عن أرباح ال 12 شهرا الماضية trailing PE عند 10.5 مرة. أما إذا نظرنا إلى الأرباح المتوقعة لل 2024 فمكرر الربحية المستقبلي أيضا عند 10.3 مرات. عائد توزيعات الأرباح النقدية dividend yield عند 5.25% للأهلي السعودي، وهناك 17 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 14 منها توصي بالشراء، 2 توصي بالاحتفاظ، وتوصية 1 بالبيع. السعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات لسهم S&P هو عند 46 ريال و61 هلالة 12 month price target، وهذا أعلى ب 36% عن آخر إغلاق يوم أمس.